على كل حال، معرفة المزيد عن ما دار هذا الأسبوع في الكويت نستعلم عنها من ضيفنا من الكويت السيد ناصر النفيسي، وهو المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية. سيد ناصر، صباح الخير وأهلا بك إلى أسواق المال. صباح النور، أهلا وسهلا. سيد ناصر، لنبدأ بتقييم لأداء السوق خلال الأسبوع الماضي. رأينا ارتفاعات متتالية ومستويات قياسية يحققها السوق يوم بعد يوم. كيف تقيم هذا الأداء؟ ما هي توقعاتك للأسبوع المقبل؟ هل برأيك ستستمر هذه الموجة من الارتفاعات؟ بالنسبة للارتفاعات والأرقام القياسية لها ما يبررها في الآونة الأخيرة، خاصة بعد صدور نتائج منتصف العام 2005، هناك طفرة بالأرباح 80% عن نص السنة العام الماضي. أيضا هناك 49 شركة من أصل 140 شركة حققت أرباح أكثر من 100%، يعني 35% من الشركات المدرجة حققت أكثر من 100% في الأرباح، وهذا يبرر الصعود اللي نشهده الآن والمتوقع أن يستمر حتى نهاية العام. والصعود اللي لاحظه في الأيام هذه أو الأسابيع جدا متزن، لا نجد فيه قفزات كبيرة، اللي يعني يعتبر أداء يعني نحبذه احنا كمستشارين، لا نرغب في الطفرات السريعة على أساس أنه يستمر أطول وقت ممكن. نعم سيد ناصر، لنتحدث عن موضوع أيضا بارز هذا الأسبوع في الكويت، وهو موضوع الفائض في ميزانية الدولة. يعني كثرت التحاليل، إلى أين أو ماذا يجب فعله في هذه الفوائد؟ ما رأيك أنت؟ برأيك أين يجب أن تتوجه هذه الفوائد للاستفادة منها بشكل جيد؟ طبعا هذا مسار حديث يطرق في مثل هالظروف. احنا نؤيد يعني وجهات النظر في استثمار الفائض هذا، كما هو عهد الدولة يعني من الستينات في توجيه الفائض الى الخارج، نظرا لكبر حجمه ونظرا لصغر الفرص الاستثمارية المتوفرة داخل البلد، وكذلك لنفسح المجال أكثر للقطاع الخاص للاستثمار في البلد وخلق الفرص الاستثمارية المجدية. فيعني دولة تتجه عالميا في أسواق يعني واعدة، وقطاع الخاص يتخصص محليا في تطوير يعني البنية التحتية ومشاريع البيوتي وما إلى ذلك من فرص استثمارية جيدة. نعم. طيب لنتحدث عن بعض الأخبار البارزة هذا الأسبوع في الكويت. لنبدأ من شركة المخازن. رأينا الشركة تفوز بعقد جديد في من الولايات المتحدة. أيضا كان هناك أخبار بأن الشركة تسعى للتوسع في تونس، لكن الشركة لم تؤكد أو تنفي هذه الأخبار. يعني كيف ترى هذه العوامل أثرت، كيف ترى تأثير هذه العوامل على سهم المخازن هذا الأسبوع؟ كما تفضلتي وشرحتي أن السهم يعني كان بين هبوط وارتفاع خلال الأسبوع، وهو السهم يعاني صراحة من التذبذب منذ أكثر من شهرين لعدة عوامل، يمكن مشاهدين CNBC على اطلاع على كثير منها. طبعا الشركة هي عالمية، فبالتالي هناك يعني مشاريع وعقود مستمرة في جميع أرجاء العالم، فتكون في تونس، تكون في سنغافورة، في الولايات المتحدة، هذا متوقع يعني. ومتوقع أنه يعني يكون أدائها إيجابيا بالتبعية، بالإضافة فازت في مؤخرا 180 مليون دولار أمريكي، لكن السهم يحتاج لاستعادة الثقة اللي ممكن تسترد شركة تدريجيا بعد الظروف ويعني والإشكالات الخاصة بالإفصاح والقضايا القانونية، وأيضا يعني مدى شفافية
والإفصاح الدقيق عن العقود اللي تفوز فيها الشركة. نعم سيد ناصر، لو سمحت أريد تعليق سريع على موضوع زيادة رأس مال الهواتف، وكيف رأينا السهم يتراجع بعد الإعلان عن هذا الموضوع، وباختصار لو سمحت. طبعا كان هناك خطوة مفاجئة للجميع أن يتم تعديل سعر السهم عند صدور المرسوم الأميري بزيادة رأس المال، هذه اللي أول مرة تتم في الكويت. عادة شركات المساهمة العامة عند قرار الزيادة يتم تعديل السعر طبعا للأقل ليوازن زيادة في رأس المال. فكان هناك يعني عديد من المضاربين، كبار المضاربين يريدون أن يتم الإجراء كما هو سابقا ومن ثم يبيعون السهم فورا لجني الأرباح، هذا ما صار، فبالتالي هذه ردة فعلهم السلبية تجاه السهم. السيد ناصر النفيسي، شكرا جزيلا لك. نحن الآن